تحياتي لكم أصدقائي على قناة وجي عالم صناعة الألعاب. أصدقائي بهالفيديو رح نقوم بتفتيح النسخة الخاصة للعبة فار كراي 6 الكوليكترز إديشن بمناسبة إطلاق اللعبة على جميع المنصات. طبعا أصدقائي لا تنسوا تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس وتحطوا لايك للفيديو لتوصلكم كل إشعارات القناة. رح قوم إن شاء الله بتختيم لعبة فار كراي 6 أول بأول. طبعا هذا الصندوق يا جماعة، يا رب خلينا نفتح اوكي ونشوف شو في جوا الصندوق. يلا حبايبي، يا سلام، واو. اوكي هلا هي بيكون فيها نسخه اللعبه موجود هون، سواء كان للاكس بوكس او البي سي او البلاي ستيشن، لكن بما اني انا طلبت النسخه ديجيتال لتنزل عندي بسرعه فما راح يحطوا لي نسخه اللعبه الموجوده هون السي دي تبعيتها. على كل حال خلينا نشوف الصندوق. هذا هو أصدقائي صندوق النسخة الخاصة للعبة فار كراي 6 الكوليكترز إديشن. مثل ما أنا شايفين شعار فار كراي 6 موجود من فوق، طبعا بيجي مع النسخة الفليم جان أو قاذف اللهب اللي هو على الأغلب رح يكون موجود باللعبة، بالإضافة لسلاح أيقوني تاني اللي هو بيقذف السي دي. تمنيت لو كان في منها النسخة كمان، لكن على جميع الأحوال رح نشوف هذا السلاح وإن شاء الله ما نحرق البيت اليوم. طبعاً هذا هون شعار النار، وهون القطع اللي موجودة مع السلاح اللي راح نركبها. طبعاً واحدة تنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع قطع. طبعاً في هون شعار من هذا الطرف، صراحة ما بعرف لشو هالشعار. على الأغلب إذا لعبنا اللعبة وقمنا بتختيمها راح نعرف نفهم شو هو هذا الشعار. على كل حال أصدقائي خلينا نفتح العلبة ونشوف شو في جواتها. يلا لسه لنستخدم المشرط مرة تانية لحتى نفتح من على الطرف. أوكي حلو، يلا بينا. أوكي طيب، واو. أها لا في سي دي هون. هذا الساوند تراك موجود مع اللعبة، الساوند تراك أو النسخة الموسيقية للعبة فار كراي 6 فيها كل النوتات الموسيقية والأغاني اللي موجودة باللعبة. على الأغلب رح يكون كمان في بعض الأغاني اللي موجودة بالراديو، إذا ركبت سيارة بيشتغل الراديو. طبعا حاطينها هون. طبعا عندنا نحن هلا نسخة الستيل بوكس. شوفوا يا جماعة الفن الراقي الموجود فيها. طبعا الرسمة كتير 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 حلوة، كتير رائعة الرسمة، متعوب عليها بشكل كتير كبير بصراحة. هي العلبة من جوا، طبعا هي فيها فيك تحط فيها السي دي الخاص باللعبة لو كان عندك طبعا نسخة. وهذا الكلب الصغير، طبعا الميدالية للكلب الصغير اللي بيجر العربية، طبعا هو يمكن نوع من انواع الشيواوا، بيجي ملحق مع الصندوق. طبعا الستيكرات موجود معنا هون، موجود ستيكرات بالصندوق. هلا رح نفتحهم ونشوفهم. صور كتير حلوة يا جماعة. أوكي هاي هي المجلة الخاصة بلعبة فار كراي 6، طبعا كلها تتعلق باللعبة. هاي هي المدينة، الفن والآرت الموجود بالمدينة، بعض التفاصيل، الشخصيات بيعرفوك على كل تفاصيل المدينة قطعة بقطعة. شيء رائع يا جماعة، شيء مو طبيعي، شيء كتير 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 بصراحة عجبتني كتير هالصورة، كتير حلوة. صورة الأنينة اللي عم تشتعل نار كتير كتير رائعة، كتير حلوة. طبعا هون محطوط شخصيات لسه كمان، سيارة عم تحترق، واو شيء حلو يا جماعة، شيء كتير حلو، كتير كتير رائع وطبيعي يا جماعة. أوكي
بالإضافة في عنا هون كتيب مكتوب فيه حتى باللغة العربية، جميع اللغات بالإضافة للغة العربية، مجسم توستادور. طبعا هذا المجسم الموجود اللي راح نشوفه شوية الثانية، عالي الجودة، مجسم قاذف اللهب من اللعبة. أوكي، هو مقتبس من اللعبة. 7 قطع يجب تركيبها، الطول 72 سنتيمتر. تحذير، هذه ليست لعبة. أوكي، هذا مولى اللعب. هذا المنتج هو نسخة مطابقة خيالية غير فعالة ومخصصة للعرض الخاص. قد يخلط ضباط القانون وغيرهم بين هذا المنتج وسلاح حقيقي. تم ضم غطاء الفوهة البرتقالي من أجل سلامتك. إذا كنت تنوي حمل هذا المنتج في الأماكن العامة ضد التحذيرات هنا، فلا تقم بإزالة غطاء الفوهة البرتقالي. الغطاء هو إشارة أن هذا سلاح مزيف، ما هو سلاح حقيقي. يتحمل المستخدم المسؤولية كاملة فيما يتعلق بتعديل أو عرض هذا البند، قد يؤدي سوء الاستخدام أو الإهمال إلى إصابة خطيرة أو الوفاة. شكلنا اليوم بدنا نحرق البيت بالسلاح. أوكي، هاي الخريطة يا جماعة مثل ما أنا شايفين، الخريطة كتير كتير كبيرة، فيها كل شيء بيتعلق بمدينة يارا على ما أعتقد هي اسمها يارا. في عنا هون العلم، هي مدينة قريبة لكوبا. إذا بنشوف في كتير شغلات قريبة لأجواء مدينة دولة كوبا، مثل السيجار الكوبي، اللغة، أشكال الأشخاص أصلاً حتى بتشبه الكوبيين. طبعاً هو بالمنطقة الكاريبية، يعني هون هي جزيرة، في هاي سفينة غارقة، في هاي المدينة، يمكن هاي هون العاصمة. رح نساوي ونعمل كتير مهمات باللعبة إن شاء الله. هذا كتيب تركيب السلاح قطعة بقطعة، القطعة الأولى والثانية والثالثة كيف بتركبهم، شو لازم تساوي. طبعاً رح نساويهم خطوة خطوة يا جماعة. اوكي، طبعا انا هلا ركبت القطع الاولى مثل ما انا شايفين، القطع الاولى من السلاح اللي هي هون في لها خرطوم نايلو. طبعا ركبتها مع المضخه او الضاغط، الضاغط الهوائي يمكن على ما اعتقد. رح اركب انبوبه الغاز هاي، بالاضافه لانبوبه الغاز هاي يمكن هاي كمان بتعطي شراره وبوست للسلاح من هذا الطرف. طبعا ركبت الايد من هون، خلينا نركب انبوبه الغاز. حط اول شيء انبوبه الغاز ولفها. اوكي تمام. هلا بعد ما ركبها لازم ندخل الحديده هي من جوا. اوكي شوي الموضوع صعب. اوكي هي ركبنا القطعه الثانيه باللعبه، خلينا نتاكد منها انها مركبه. اوكي اتركبت نظامي، لا لسه ما تركبت. اوكي هلا ركبتها تمام. خلينا نركب الراس، القطعه الاخيره طبعا بالسلاح. يا بسم الله، في شغلات بدها لف. اوكي تمام، وهيك بنكون اصدقائي خلصنا تركيب السلاح. مثل ما انا شايفين السلاح كتير حلو، طبعا نسخه عن الواقع، يعني اللي بيشوفه بيفكروا حقيقي. طبعا هي ساعه الضغط، هون هي انبوبه الغاز الاولانيه، الانبوبه الثانيه ما بعرف بالضبط. انا باسلحه قاذفات اللهب، لكن التفاصيل فيها يا جماعه كثير رهيبه. مثل ما احنا شايفين تفاصيل جدا 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 رهيبه بهالسلاح. خليني اشوف وقارنه مع سلاح عادي. طبعا اثنيناتهم ريبليكا مثل ما انكم شايفين، لكن هذا فيه تفاصيل اكثر من ناحيه الحجم، تقريبا قريبين من ناحيه الحجم مثل ما احنا شايفين، من ناحيه الحجم كثير قريبين، لكن طبعا في فرق كثير، في فرق بالتفاصيل. خلينا نقول شيء حلو يا جماعه، بتعطيك احساس كثير رائع. اوكي بتعطيك احساس بنيتك في شيء لازم تحرقه. ما بعرف، شكلي اليوم بدي احرق شيء، احرق البيت، شو رايكم يا جماعه؟ اوكي حلو حلو. طبعا
باللعبة إلا ما نصادف هالسلاح، رح نشوف هالسلاح أصدقائي باللعبة إلا ما نصادفه لهالسلاح. على كل حال بيجي مع السلاح، بيجي معه هي القطعة. خلينا نشوف شلون بدنا نركبها يا جماعة. أوكي، هلأ القطعة لازم هيك تتركب. أوكي، ما هيك؟ لازم هيك تتركب وتنعرض بالمعرض اللي عندك. طبعا انا راح احطها هاي بالمعرض عندي الخاص بالنسخ الخاصة للألعاب جنبا الى جنب مع النسخة الخاصة للعبة سايبر بونك. بتمنى منكم اصدقائي تتابعوا الفيديو الخاص بتفتيح صندوق الكوليكترز اديشن للعبة سايبر بونك 2077. النسخة هاي موجودة على القناة، طبعا راح احط لكم اياها بالرابط اسفل الوصف. رح حاول ان شاء الله بالمستقبل القريب في حال نزلت العاب قوم بتفتيح النسخ الخاصة فيها. انا عبتابع تعليقاتكم في حال حبيتوا او بتعرفوا في لعبة قادمة مثل God of War او بعض الالعاب او Dying Light 2 او بعض الالعاب، اذا بتحبوا تتابعوا تفتيح النسخ الخاصة فيها رح ان شاء الله اعمل فيديوهات خاصة لها على القناة. اوكي اصدقائي، لهون بنهي هذا الفيديو، بتشكركم من كل قلبي. لا تنسوا تشتركوا في القناة، فعلوا الجرس وتحطوا لايك للفيديو لا توصلكم الاشعارات. تختيم لعبة فار كراي 6 رح يكون على قناتي غير شكل، ان شاء الله ينال اعجابكم التختيم. انا مثل ما قلت لكم عبتابع تعليقاتكم واستفساراتكم في حال حبيتوا تستفسروا عن اي شيء. والى اللقاء اصدقائي في فيديو قادم.